سؤال. كثيرا ما أخجل أمام أب الاعتراف، وهذا الخجل لا يساعدني على أن أعترف بخطاياي كاملة. إن كنت تخجل ما تعملش الخطية مرة تاني، وربنا عايزك تخجل عشان تبطل تعمل الخطية مرة تانية. فتقول ازاي هقول الكلام ده لأب اعتراف وتبقى مكسوف، فان ما عملتش الخطية خجلا من ربنا على اللي قال خجلا من أب الاعتراف. طبعا المفروض انك تخجل من ربنا اكتر.